حياتها الأد حلوة لأنه فينا نحن نعنونها مثل ما بدنا، فينا نعطيها المفتاح يلي نحن بدنا إياه، وفينا نلونها بالأمل. مين قال إنه الأمل إنه نعمل مستحيل أو إنه نعمل شيء خارق أو إنه دائما نحن يكون عندنا أمل بشيء ما بنقدر نحققه؟ بفتكر الأمل ببلش لما بنعرف ناخد أول خطوة، وأنا وأنتو اليوم قررنا ناخد خطوة لنعنون الحياة على طريقتنا. أهلا وسهلا فيكم. فلنفكر كلنا إيجابيا في كيفية التعاطي مع هذه العدوى والمصاب بها والأكثر عرضة للإصابة بها، وليس ولنعطي كل صاحب حق حقه، وذلك بنشر المعرفة، بعدم التمييز، برفع الوصمة، بحسن المعاملة في البيت والمدرسة والجامعة والعمل، في المستشفى وعند الطبيب، بين الأصدقاء، وفي المناسبات العامة والخاصة، وفي كل مكان وزمان نتمتع نحن الغير مصابين أو أقل عرضة للإصابة بحق أو بواجب شرعي وطبيعي. نغني اليوم للحياة لأننا نعيش في عالم اليوم يزداد فيه الوصم والتمييز وعدم تقبل الآخر وعدم تقبل الاختلاف، ما يترجم حروباً وعنفاً وإرهاب. ولأن لنا إخوة وأخوات يعيشون أسوأ أنواع الوصم ويتعرضون للتمييز، لا لسبب إلا لأنهم قد التقطوا فيروس السيدا. La fin du jour. بيفوت وبيسكن فينا من خلال محبتنا، سو نحن بحاجة لبعض، نحن منكمل بعض، بحاجة لمحبة بعض. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. Then I am strong when I am on your shoulder. You raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountain. You raise me up to walk on storm. ولو كلن قالوا عني مجنوني وبتحبي،
هاجز حملة انطلقت بالعام 2009 جمعية العناية الصحية أطلقتها بالجامعات والمسابقة كانت لاختيار أفضل بوستر بيعبروا فيه الشباب عن طريقتهم إن كان بالوقاية من مرض السيدة أو من عدم التمييز ضد مرضى السيدة.